ايه ده؟ يا ساتر يا رب، الخروف يا حاجة يا حاجة. استنى قبل ما نبدأ الفيديو، لو عجبك اكتب لنا كومنت واوعى تنسى اللايك، واستنوا عشان في اخر الفيديو مفاجأة هتعجبكم، وكله يصلي على النبي علشان ناخد حسنات وانتوا كمان تاخدوا حسنات. يلا بينا. السلام عليكم. مالك يا حاج النهارده جاي فرحان ومنشكح كده؟ مش عوايدك. اصل انا عامل لكم فجأة. مفاجأة؟ مفاجأة ايه دي يا حاج؟ مفاجأة بمناسبة العيد، حذروا فذروا. ايه هي؟ يا لهوي، جبت لنا لبس العيد؟ لبس عيد ايه يا ولية؟ هو العيد ده عيد لبس؟ ده عيد لحمة. يبقى اكيد جبت لنا كحك العيد يا بابا. كحك العيد ايه يا هبل انت؟ العيد ده لا عيد لبس ولا عيد كحك، ده عيد لحمة. اوعى يكون اللي في دماغي يا حاج. ايه هو اللي في دماغك؟ جبت لنا 2 كيلو لحمة صح؟ لا اكبر بشوية. يبقى اكيد يا ماما 2 كيلو ونص. 2 كيلو ونص ايه يا هطل؟ جبت لكم حاجة اكبر من كده بكتير. قول يا حاج بقى، غلب حمارنا. جبت لكم خروف العيد. ايه خروف خروف العيد؟ العيد؟ ايوه. مالكوا قمتوا فزتوا واتخضيتوا كده ليه؟ ايوه جبت لكم خروف العيد. طيب بالله عليك عايز اشوفه يا بابا، عايز اشوفه، عايز اشوفه. ايوه يا حاج بالله عليك، عايزين نشوف الخروف. ثانية واحدة، خليكوا مكانكوا، هروح أجيب الخروف وأجي. هو لسه عند الراجل يا حاج؟ أجي معاك يا بابا وأنت بتجيبه؟ عند الراجل إيه؟ ده أنا سايبه بره على الباب عشان أعملها لكم فجأة، هروح أجيبه لكم وأجي، خليكوا مكانكوا محدش يتحرك. حلاوة يا واد، أبوك جاب لنا خروف العيد. وعلى كده يا ماما، بابا هيسيبني ألعب معاه؟ طبعا يا واد هيسيبك تلعب معاه، وأنا كمان هلعب معاه. ها ادي الخروف، ايه رايك يا حاجه؟ ايه رايك يالا؟ الله يا حاج، ده شكله جميل وقرونه جميله وعيونه جميله. ممكن اركب على ظهره يا بابا؟ هو ده حمار يهبل يا ابن الاهبل؟ بقول لك خروف خروف. وهتسيب الخروف ده فين بقى يا حاج؟ هتسيبه هنا معانا في البيت لحد العيد؟ لا طبعا، ده انا محضر له حته اوضه فوق السطوح، انما ايه جناح خاص للخروف. اهم حاجه انا بقولها لكم، محدش ليه دعوه بالخروف، لا حد يلعب معاه ولا حد يركب على ظهره ولا حد يزعله، ده انا دافع فيه دم قلبي. ماشي يا بابا ما تقلقش. ما تقلقش يا حاج، ده في عينينا. هروح انا بقى اطلع الخروف على السطوح وانزل لكم. يلا بقى قدامي يا عم الخروف، لما اطلعك واقعدك واسكنك في الجناح الخاص بتاعك. يا سلام يا واد، ده انا فرحانه قوي بالخروف اللي ابوك جابه ده. وانا كمان يا ماما، بس كان نفسي العب معاه قوي. هتلعب يا واد ما تقلقش، ابوك دلوقتي هينزل ويخش ينام وهنستفرد بالخروف. اديني طلعت الخروف وحطيته فوق السطوح واتطمنت عليه، هخش اريح لنا بقى ساعتين احسن راجع من الشغل خلصان. خش يا بابا نام في رعايه الله. خش يا اخويا خش، ريح لك شويه. اهم حاجه ما حدش يجي جنب الخروف، انا قلتلكوا ما حدش ليه دعوه بالخروف. ما تقلقش يا بابا. ما تقلقش يا حاج. هخش انا بقى انام لي ساعتين اهو. دخل نام يا ماما، اطلع انا بقى العب مع الخروف. استنى يا واد شويه يكون راح في النوم. ايه ده؟ يا ساتر يا رب، الخروف يا حاجة يا حاجة يا حاجة. يا لهوي، ابوك ماله بيصوت ليه كده؟ انت فين يا حاجة؟ تعالى يا واد بسرعة نروح نبص عليه. ايه يا حاج في ايه؟ مالك بتصوت ليه؟ الخروف يا حاجة الخروف. ماله بس يا اخويا الخروف؟ مش انت طلعته وحطيته في الجناح بتاعه؟ ايوه بس انا خايف عليه، مش سامع له حس، خايف لا يكون الحبل لف على رقبته ولا جراله حاجه. اطلعوا بالله عليكم بصوا عليه واطمنوا، وانزلوا طمنوني. ماشي يا بابا، هطلع ابص عليه واجيلك. لا ما تطلعش لوحدك، خد امك معاك. ماشي يا حاج هطلع معاه. يلا يا ابني نطلع نبص على الخروف. هات العوايب سليمه يا رب. اطمن يا حاج اطمن. ايه لقيت الخروف كويس ولا في حاجه حصلت؟
لا كويس يا بابا وزي الفل. طب كويس والله، طمنتوني. خلاص روحوا انتوا بقى وانا هنام لي شوية. نام يا حاج واطمن، وحط في بطنك بطيخة صيفي، يمكن بطنك تكبر اكتر ما هي كبيرة. هو انت بتقفشيني يا وليه؟ روحي روحي يلا اطلعي بره انت وابنك وزبونه، نام لي شوية بقى. يلا يا واد، ده ابوك ده متعب والله. كويس والله اني اطمنت على الخروف، انام بقى واحلم. ايه يا ماما بقى، نطلع بقى للخروف دلوقتي عشان العب معاه. يا واد استنى، ده ابوك لسه حاطط دماغه، يسحب شوية في النوم ونطلع انا وانت. اه يا ساتر يا رب، الخروف. يا حاجة يا حاجة، انت فين يا حاجة؟ يا حاجة ها يا لهوي، ابوك بينادي تاني، في ايه؟ تعالي ليه بسرعة يا حاجة، انت فين؟ تعالى يا ابني نخشله، ده شكله هيروشنا بالخروف. في ايه يا حاج بتنادي ليه؟ ايه اللي حصل تاني؟ انت مش كنت نمت؟ الخروف يا حاجة، أنا قلقان عليه أوي، أنا مش عارف من سامع له حس ليه. أنتوا متأكدين إن الحبل ما كانش لافف على رقبته؟ والله يا بابا ما كان في حبل لافف على رقبته، وكويس وزي الفل. ما قلت لك اطمن يا حاج. ادم الحبل ما لفش على رقبته، انا حاسس ومتاكد انه نط من فوق السور بتاع السطوح. يا حاج والله الخروف سليم. لا انا حاسس انه نط من على السور. اطلعوا اطمنوا عليه بالله عليكو. هطلع انا اطمن عليه يا بابا وانزل. لا قلت لك مليون مره ما تطلعش لوحدك، خد امك معاك. يا حاج انا نفسي اتقطع من السلم، طالعه نازله، حرام عليك. معلش يا حاجة معلش، عشان خاطري أنا لو قادر كنت طلعت أنا. روحي يا حاجة روحي. تعالى يا ابني تعالى نطلع نطمن على أم الخروف. يلا يا ماما، هاتي العوايب سليمة يا رب. هو انتوا لحقتوا يا ولية تطمنوا وتنزلوا؟ لا يا حاج، بس طمنا أول ما طلعنا الصالة لقينا الخروف بيمقمق. ايه بيمقمق؟ يبقى الخروف ده هيموت، يبقى الخروف الحبل اترف على رقبته، يبقى الخروف هينط من على السور. اطلعوا اطلعوا بسرعة اطمنوا على الخروف، قلبه يقف. حاضر يا حاج طالعين. يلا يا ابني يلا قدامي، أمرنا لله. هات العوايب سليمة يا رب. مش عارف مش عارف أنا قلبه واكلني ليه على الخروف ده، حاسس حاسس إنه هيجرى له حاجة. استرها يا رب استرها. بصينا على الخروف يا حاج وسليم زي الفل، ومفهوش أي حاجة، وبعيد عن السور. طيب الحمد لله. نام بقى يا حاج، ربنا يهديك. خلاص روح انتوا انا انام. خلاص اطمنت على الخروف. يلا يا واد نطلع اهو، نام وبيشخر اهو، ربنا يهديك. ينفع كده يا واد الروشة اللي بكرة وشهدنا بالخروف دي؟ مش مهم بقى يا ماما، اهم حاجة ينام ونطلع نلعب مع الخروف. يا شيخ ده ابوك كرهني في الخروف، واليوم اللي جاب فيه الخروف، انت تعرف انا كرهت ابوك شخصيا. سيبك بس ياما من الكلام ده، نطلع نلعب مع الخروف ولا ايه؟ يلا يلا يا واد نطلع نلعب بيه، ادينا هنتسلى. اه الخروف. يا حاجة يا حاجة انت فين يا حاجة؟ يا حاجة انت فين يا حاجة؟ لا ده ابوك كده زودها، تعالى ورايا بقى يا واد. يا حاجة انا حاسس ان الباب مفتوح على الخروف. من عيني يا حاج، انا هطمنك على الخروف. قدامي يا واد، علشان انت ما ينفعش تطلع لوحدك، ولازم اطلع معاك. ايوه كده الله ينور عليكو، عارفين التعليمات. 10 دقايق وهطمنك يا حاج. استرها يا رب وهات العوايب سليمة يا رب، طمني على الخروف. هو انت هتعملي ايه بالظبط يا ماما؟ هتعرف كل حاجة دلوقتي يا واد، تعالى ورايا وما تشيلش هم حاجة، انا هريحك. خد يا حاج سمي وشيل، لحسن الحاجة تقيلة على ايدي. هو ايه اللي في ايدك ده يا وليه؟ ايوه يا حاج، هو هو انت ذبحتي الخروف؟ ايوه يا حاج، عشان تاخد اللحمه بايدك وتحطها في التلاجة عشان تطمن، بدل ما انت كل شويه روشنا. ايه يا وليه ايه يا وليه،
أولي يا حرام عليكي، ده أنا كنت جايبه للعيد. أبوك ده يا واد ما بيعجبوش العجب ولا الصيام في رجب. مادام وصلت لحد هنا يا زمولكس، يبقى أنت كده في أي بي. ودلوقتي هنشوف أحلى تعليقات جات على الفيديو اللي فات، والتعليقات اللي هتيجي على الفيديو ده هنعرضها على الفيديو اللي جاي. واستنونا كل يوم فيديو جديد الساعة 7. يلا نشوف التعليقات. نشوفكم بكرة الساعة 7.